راح أخذ كمان مكالمة من القسيس أمير من لوس أنجلوس. أهلا وسهلا قسيس أمير، أنت معنا على الهواء. أهلا بك حبيبي وأهلا بكل الأحباء المشاهدين. شكرا كثير قسيس أمير. إحنا عم نشاهد الأخبار في كمان الوضع المحرج في لوس أنجلوس، واليوم حديثنا عن المسيح والتطرف العنصري أو التمييز العنصري. شو هي رسالتك ولا سيما في هذه الأيام عم بتشوف لوس أنجلوس تحترق؟ يعني الوضع اللي بيحصل الأيام دي بيظهر قد إيه الإنسانية بتعيش أزمة أخلاقية رهيبة، إنه في ظروف زي دي العالم كله بيواجه مصاعب زي خطر كوفيد-19، والمفروض إنه الناس كلها تكون بتتعاون مع بعض إزاي تواجه الأزمة دي. بنشوف أحداث ناس بتستغل أحداث معينة، يعني في كل الأحداث اللي بتحصل بيكشف قد إيه العالم في احتياج شديد للمسيح ولرسالة المسيح، رسالة الحب، رسالة التفكير في الآخر قبل ما أفكر في نفسي. إزاي إنه الفكر، فكر المسيح اللي لو موجود عند العالم قد إيه العالم كان هيبقى عايش في سلام. إزاي إنه المسيح اللي مكتوب عنه الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا نفسه لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد طائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأعطى حتى الموت، موت الصليب. الشخص اللي أنفق حياته وقدم حياته عن العالم وعن الآخرين. احنا في احتياج شديد لاخلاق المسيح في هذه الايام علشان نتخلص من العنصريه ويتملي قلبنا بالحب، وعلشان نفكر في خير وسلامه الاخرين. فعمليات النهب والارهاب اللي بيحصل، ازاي انه اخلاق المسيح العالم بيفتقدها في هذه الايام. طيب انتوا، انا عارف انه ككنيسه انتوا لكم دور في لوس انجلوس، انا عارف انه بسبب الكوفيد 19 يمكن مش عم تجتمعوا يعني بشكل خاص في الكنيسة، لكن تجتمعوا عن طريق التواصل عن طريق الميديا. شو الدور اللي بتعملوه في هاي الظروف الصعبة؟ احنا كان قبل الحد اللي فات بنذيع الاجتماع على النت اونلاين على اليوتيوب والفيسبوك من الكنيسة يوم الحد، فبيبقى في اجتماع بيتذاع لايف لكن بدون حضور ناس، فقط المراقبين ولجنة الميديا واجتماعات صلاة على الزوم ودرس كتاب بنذيعه على الفيسبوك واليوتيوب. لكن الحد اللي فات نتيجة التخريب واللي حصل وحظر التجوال ما كانش عندنا الإمكانية أننا نوصل للكنيسة. يمكن إحنا كمان كنا الأحداث اللي بتحصل قريبة مننا جدا، فعشان كده ربما نكون إحنا ككنيسة الوحيدين اللي ربما ما قدرناش نذيع لايف من الكنيسة الحد اللي فات. قسيس أمير، أنا عارف أن الوقت عم بيأزف، لكن لازم نأخذ منك رسالة ولو دقيقة. يعني شو الرسالة اللي تعاوز توصلها للناس خلال هذه الظروف الصعبة اللي الكل بمر فيها سواء في الغرب أو في الشرق؟ يعني بتهيألي يعني أحب أوصل رسالة لكل المؤمنين في كل العالم أنه ده أكثر وقت محتاجين فيه أننا نتحد في الصلاة، وأنه يكون لنا الركب الساجدة قدام ربنا أنه يتدخل بصورة عاجلة لعالمنا اللي بيواجه مصاعب كتير جدا، اللي بنشوف فيه إزاي أنه الأزمات بتستغل وتسيس وتستخدم لمصالح شخصية، وفي النهاية العالم كله في أزمة كبيرة. ده أكثر وقت إحنا كمؤمنين محتاجين فيه أننا نتحد في الصلاة وأننا نصرخ للرب. الحاجة الثانية أننا ده أكثر وقت كمؤمنين مطلوب مننا أننا نكون بنقوم بشهادة خاصة من خلال حياتنا وأمانة وأخلاق المسيح اللي تظهر فينا. وعشان كده يعني أعتقد أننا كمؤمنين علينا دور كبير جداً. أما بالنسبة يعني للعالم، فأنا بصلي الأيام دي أن الرب يفتح عينين العالم على احتياج العالم للمسيح. يعني من وجهة نظري أنه الحل لكل الكوارث اللي بتحصل المسيح هو الحل. قسيس أمير، شكرا كتير كتير على هالمداخلة الحلوة. ربنا يحميك وربنا يباركك،
وربنا يبارك خدمتك في لوس أنجلوس، ولا سيما في هاي الظروف الصعبة، ربنا يعطيكوا حكمة خاصة في التعامل مع الناس. شكرا جزيلا السيس أمير شوقي من لوس أنجلوس، ربنا يباركك.